مرحبا، مشوارنا معكم اليوم بلش، وأكيد بحلقتنا رح نحكي عن موضوع صحة بفات كنسة بيت، لهيك خليك معنا. بين المواد الأساسية الموجودة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، ولنتعرف أكثر على فوائد الشربة الصحية والنظام الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، خلونا نزور مع بعض الدكتور هيثم زباري. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا، شرفته. الشوربة هي مادة أساسية موجودة على مائدة رمضان، خلونا نتعرف أول شيء على ضرورة وجودها بالنظام الغذائي خلال هذا الشهر. فيما يخص موضوع حقيقة الشوربات، هذه المادة الغذائية المفعمة والمليئة بمكوناتها الغذائية الهامة لأجسامنا، ننصح بها نحن على مدار السنة حقيقة، وخاصة بهذا الشهر الكريم الذي قد يعاني منه الصائم من حالة الظماء ومن حالة فقدان السوائل من الجسم، من حالة نقص فيتامينات، نقص عناصر غذائية أخرى كذا، وخاصة كون هذا الشهر هذا العام بأشهر الصيف، هذه العوامل العدة بأشهر الصيف وما يعتريها من حرارة ومن ارتفاع بالرطوبة وغيرها، كلها عوامل تؤدي إلى فقدان كثير من العناصر الغذائية من أجسامنا، وبالتالي علينا بتعويض هذه العناصر عن طريق الغذاء. ويفضل دوما، أنا بآلية عملي وبآلية علاجي بهذا المركز، دوما أقول نحن نعتمد الاعتماد الأكبر على الأمور النباتية، على النباتات، بتعويض ما تفقده أجسامنا من عناصر غذائية، أملاح معدنية، فيتامينات وغيرها. الشوربات الأفضل منها طبعا بشكل عام في جميع المواطنين شوربات الخضار، وتحتويه من كافة أنواع الخضار، الملفوف، السلق، سبانخ كذا. طبعا في هناك بعض العادات الخاطئة الشائعة باستعمال أو بطهي مادة الشوربة، وهي محطة بالطنجرة مضل نغلي فيها ساعة ساعتين أحيانا حسب حتى تتعقد حتى تحل أكثر حسب وجهة نظر الذي يقوم بهذه العملية، وتكون قد خربنا معظم الفيتامينات الموجودة بهذه المواد. لذلك أنصح دوما أن تطهى على بخار الماء المغلي، يعني مثلا هنحط طنجرة من البخار، فالطنجرة فيها ماء يغلي، البخار الذي يخرج من هذه الطنجرة تكون في فوقه طنجرة أخرى أو شكل مصفاية مغطاة وفيها توضع الخضار، وحالياً الخضار الموضوع بالأعلى تنضج على بخار الماء الذي يغلي من الأسفل، وبالتالي هنا نكون قد حافظنا على الفيتامينات من عدم تخريبها بفعل الغليان الطويل على النار. وتير بأكد على مادة أساسية بموضوع الخضار لمن أو سلطات أو هالمسألة، هي مادة اسمها البروكلي. هذه المادة طبعا البروكلي معروف في حديثنا في مجتمعنا، مادة أساسية جدا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، هي تمنع حالة تصلب الشرايين وتمنع انسداد الشرايين وتحافظ على جريان الدم بشكل طبيعي داخل أجسامنا. اثنين، تحتوي على مواد كابحة للخلايا السرطانية في أجسامنا. بشكل عام حقيقة معظم الناس أو كلنا نقول نحمل في أجسامنا خلايا سليمة وخلايا مريضة، وقد يكون من هذه الخلايا المريضة قد يكون خلايا سرطانية أيضا، فنحن بوجود جهاز مناعي قوي عند الإنسان، بوجود حالات دموية نظامية، أي بوجود جهاز دفاعي من الجسم ضد هذه الخلايا السرطانية، نكون نحن في منأى عن تأثير السلبي لهذه الخلايا داخل أجسامنا. إنما عندما مثلا يضعف الإنسان، يمرض، يصاب بحالة معينة، تقوى هذه الخلايا السرطانية في الجسم ويسبب ما يعرف بمرض السرطان. فالسرطان هنا نحن من ناحية كبرة مش غذائية نعتمد أولا على تجويع الخلايا السرطانية،
إذا نحن المفروض ناخذ مواد غذائية دوما تعمل على تجويع الخلايا السلبية في أجسامنا ومنها الخلايا السرطانية. لخلي يكون هنا ثقافة الوقاية خلينا نسميها كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. فنحن عندما نتبع ثقافة الغذاء الوقائية نكون قد جنبنا أجسامنا كثير من الأمراض المحتملة من خلال عملنا، من خلال بيئتنا، من خلال مجتمعنا، من خلال تلوث البيئة التي نعيش بها، من خلال كذا كذا. هذا الموضوع نحن مادة البروكلي وكثيرة من المواد التي تشبهها في التركيب تعمل على تجويع الخلايا السرطانية، وبالتالي يسهل القضاء عليها من قبل جهازنا المناعي ودفاعاتنا المحصنين بها من الداخل، بالإضافة الأدوية المعطاة للمريض سواء كانت علاج نباتي أو علاج كيماوي حسب بقى الحالة هي. رح أكد بشكل عام طبعا هذا الموضوع لأن كتير مشان أكد على الموضوع، حتى مريض السرطان نفسه وقت بياخذ هذه المادة اللي اسمها البروكلي فرضا فتعمل على زيادة مناعته. تختلف أنواع الشوربات وممكن في منه يكون تقيل علينا وخاصة إذا كان واحد صايم خلال فترات النهار الطويلة، شو هي أفضل أنواع الشوربات اللي ممكن نستفاد منها؟ أنواع الشوربات حقيقة التي أقترحها للصائمين هي تكون مركبة من مواد حسب حالة الصائم. فقد يوصف أحيانا وقد أصف أنا لحالي معينة مثلا لحالي إنسان صائم و قد يسأل ما هو نوع الشوربة المقترحة بالنسبة له. طبعا احنا اول شيء حسب الحالة الصحية لهذا الانسان. اولا من يعاني فرضا من تشنجات بالكولون والمعدة ومشاكل في المعدة وغيرها نقول له عليك بالشوربات من الخضار، اهمها الملفوف، السبانخ، مثلا يوضع فيها فرضا حبة صغيرة من البصل، من المواد موجودة في الطبيعة، من الخضار موجودة لدينا في اماكن تواجدنا. أما مثلا ما نعاني فرضا من فقر الدم، مثلا فرضا أو سيدي مثلا حامل، فنقول لها يجب أن تحافظي على دم بشكل مضبوط، على حالة دموية جيدة ونشيطة ومليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لكي لا يكون هناك فقر دم قد يؤثر على صحة الحامل أو غير الحامل حقيقة وصحة الجنين وغيره. فنقول هنا شوربة العدس مادة جدا ممتازة لما تحوي، لما يحوي طبعا العدس هون من كمية هائلة جدا من الحديد اللازم لتقوية الدم. إذا من يعاني من فقر الدم أو من أمراض دموية معينة الأنيميا وغيرها نقول له عليك بشوربة العدس. هذه المادة ممتازة جدا، لا يمنع مثلا وجود من بعض الحبوب البقولية مثل حب البازيلا، حب اللوبيا، حبوب الحمص، حبوب الفول مثلا. احيانا المواد هاي البقولية بشكل كامل، فول الصويا عند السيدات فرضا، هذه المواد كلها تعمل على تقوية الدم بل وتحافظ على دم بشكل طبيعي من خلال تركيبه ومن خلال وجود عنصر حديد تحديدا بتركيب الدم في هذه النقطة. كما ذكرنا منذ قليل بموضوع من يعاني من تشنجات الهضمية ومشاكل هضمية فعليه بالخضار. طبعا الخضار خاصة الخضار الورقية الداكنة، يعني مثلا نحن ممكن نحط فرضا مثلا ورق الخس مع السبانخ مع السلق الهواني مع الملفوف كذا كلهم ونحطه نحن بطنجرة ونعمل منها مثلا شوربة. وهنا يجب التأكيد على ضرورة وجود عصير الليمون الحامض مع هذه. طبعا عصير الليمون لا يوضع مع الطنجرة أثناء الطهي بل عندما ترفع عن النار وتسكب ضمن الصحون على السفرة يوصل عليها الليمون الحامض ليعطيها النكهة الجيدة حسب رغبة طبعا الشخص. والاثنين والأهم من ذلك هو موضوع المحافظة على هذه المواد لعدم رفع نسبة حمض البول في الجسم. وفي بعض الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ تحديدا يحتوي على كمية كبيرة من أوكسالات الكالسيوم التي ترفع حمض البول في الجسم، وهذا الحمض حقيقة له أثار سلبية كبيرة جدا وهو الذي يشكل أساس لتشكل الحصى داخل الكلي. فإضافة الليمون الحامض على هذه الشوربة على هذه المادة كما ذكرت فهو يجنبنا هذه الحالة. موضوع حقيقة الحمد لله لو فردنا جملتين ثلاثة بهذا الناحية، في بعض الناس مثلا يرغبون بإضافة اللحوم الحمراء إلى الشوربات أو لحم الدجاج أو غيره، فأنا أقول لا بأس إضافة كمية قليلة جدا من اللحم ويفضل اللحم الأبيض، يعني مثلا صدر الفروج فرضا إلى حد ما وما شبهه من
أسماك وغيرها مثلا أن تؤكل بمفردها، لأنه اللحم الأحمر والبقوليات زيادة البقوليات في موائدنا بطعامنا يؤدي إلى زيادة لنسبة حمض المول في الجسم الذي يؤدي بدوره إلى التصاق الصفيحات الدموية، ومن ثم تشكل الحصى داخل الكلى، من ثم التهاب المفاصل وما يسمى بداء النقرس أو داء الملوك بين قوسين لمن يتعاطون اللحم الأحمر بكثرة. اللحم الأحمر طبعا عندما أقول اللحم الأحمر وما يرافقه بتعرفي من موالح ومكسرات محمصة وكذا، كل هذه المواد تعمل على رفع نسبة حمض المول في أجسامنا. وأيضا هنا أؤكد الموضوع أن السوائل التي قد يتناولها الصائم أو غير الصائم، حتى موضوع الشاي والقهوة والمنبهات وهذه المواد، المنبهات الشاي القهوة تحديدا كثرتها أيضا تساعد في رفع نسبة حموضة الدم وبالتالي زيادة في نسبة حموض البول أيضا. لكل هذه العوامل مجتمعة، الخبز الأبيض، اللحم الأحمر، المكسرات، الموالح، طبعا المكسرات المحمصة وليس المائية، المكسرات المحمصة مثل اللوز، الجوز، الفستق وكذا، هذه المواد كلها نحن المكسرات المحمصة كلها تعمل على رفع نسبة حمض البول في الجسم وبالتالي تؤدي إلى مشاكل ينتهي بها المريض إلى الخثرات الدموية داخل الشرايين، لأنه هذه المادة هي حمض البول تعمل على التصاق صفيحات دموية بعض وبالتالي سيصبح الدم لزجا في عبوره بين الشرايين، ومع الزمن سيشكل الخثرات ومن ثم انسداد شرياني ومن ثم إلى الجلطات القلبية لا سمح الله. إضافة مجموعة بهارات للشوربات شو ممكن يفيد جسمنا صحيا؟ يعني هي بنفس الوقت بتعطي نكهة، إنما في فوائد صحية تانية ممكن نستفاد منها نحن. أهم حقيقة التوابل التي يفترض إضافتها عندنا بالسيدات خاصة، أقول هذا الكلام، هو الكمون. لماذا؟ لأن هناك فقد في عنصري الحديد والكالسيوم من جسم السيدات خاصة من خلال الدورة الشهرية بشكل دائم، خاصة بعد الولادات بعد كذا، لأن فقد كبير بعنصر الكالسيوم. هذا العنصر يتم تعويضه عن طريق الغذاء أولا، يعني دون الحاجة لموضوع التعامل مع أبر الكالسيوم وغيرها. ممكن عندنا إضافة مادة الكمون، هذه المادة تعتبر من أكثر المواد النباتية احتواء على عنصر الكالسيوم، يعني كل 100 غرام أن من الكمون فيها حوالي 1082 ميلي جرام من الكالسيوم، هذه نسبة جيدة جدا. عندنا أيضا السمسم يحتوي على الكالسيوم، طبعا السمسم ما راح نضاف على الشوربات أكيد، بس لمن تعاني أو لمن يعاني من نقص الكالسيوم ممكن أعطى هذه الوصفة. عندنا موضوع مثلا فول الصويا قد يخلط أحيانا مع الشوربات كما ذكرنا لتحسين نكهتها، لتحسين طعمها، لتحسين قيمتها الغذائية عامة، احتواء على عنصري الحديد والكالسيوم بالنسبة جيدة جدا. في عندنا مادة كتير أحب التأكيد عليها بكل لقاءاتي الغذائية خاصة، هي مادة الكركم. لمن لا يعلم هذه المادة، هي عبارة عن مادة صفراء اللون بعد طحنها، تستخدم الرايزومات الكركم وتطحن وترش كتابل على كل أنواع المأكولات، ممكن مع سندويشي، ممكن مع لبني، مع مسبحة، مع كذا. هذه المادة التي تعمل عمل الكورتيزون الكيماوي تماما، يعني الكركم يحتوي على مادة الكركيومين، هذه المادة الفعالة تشابه عمل الكورتيزون إيجابيا داخل أجسامنا ولا تحمل الآثار السلبية للكورتيزون الكيماوي. إذن الكركم من المواد التي أنصح بإضافتها حقيقة، سواء مع الشوربات أو مع مسبحة، مع صندويشة زيت، مع كذا، أثناء شهر رمضان أو غيره، وعلى مدار السنة على أن يتم اعتماده كمادة أساسية في غذائنا اليومي، لأنه كما ذكرت يحتوي على المادة الفعالة كوركيومين التي تعمل مفعول الكورتيزون الكيماوي من حيث الأثار الإيجابية وليس لها الأثر السلبي للكورتيزون الكيماوي، أي يمكن استخدامه في علاج كثير من أمراض وخاصة أمراض الكبد. اثنين، والأهم من ذلك حقيقة، لقد ثبت على أن الكركم أكثر مادة نباتية فعالة جدا بالقضاء على البكتيريا الحلزونية التي تتوضع على جدران القناة الهضمية مسببة التقرحات في المعدة ومشاكل في المعدة والكولون. لذلك هذه المادة الرخيصة الثمن قياسا بفوائدها المتوفرة على مدار العام عندنا في بلادنا يمكن اعتمادها بشكل هام وهام جدا
كحالة وقائية وحالة علاجية أيضا لبعض الأمراض، على أن تؤخذ ضمن أنها تكون علاجية، تؤخذ ضمن إشراف طبيب مختص منعا للتباس، لأنها ستخلط مع بعض المواد الأخرى التي تعالج الحالة المرضية حسب الوضع. عندنا من التوابل أيضا الهامة جدا موضوع أن الكزبرة الشمرة فرضا، الشمرة وما تحتويه من زيت الفانشون، هذا الزيت الذي يكبح الخلايا السرطانية أيضا في الجسم، عن تأخذ كمادة من التوابل. كثير من الحالات المعجرات قد يضاف لها الشمرة، قد يكون أيضا بعض الأكملات يضاف لها الكزبرة الشمرة، هذه مواد كلها مفيدة. ذكرنا الكمون أيضا، في عندنا مادة اسمها الشبث أو الشبت، هذه المادة أيضا تعمل على طرد الغازات من الجسم. كل من يعاني من مشاكل هضمية حقيقة، تشنجات في الكولون في المعدة، في عنا موضوع اليانسون الشمرة، عنا الشبت، هذه المواد حتى الكزبرة، هذه المواد كلها تعمل على تخلص أو على إراحة الجسم من هذه التشنجات. هنا كمواد تضاف على المأكولات، ممكن إضافتها على الأكل، على الشوربة، على المادة الجافة كذا، ونأكلها بشكل طبيعي. أما في هناك مثلا بعض الزهورات خلينا نسميها، أو بعض الأعشاب الطبية مثل البابونج فرضا، أنصح بوجودها في كل بيت حقيقة، لأنها خير مسكن لكل أنواع التشنجات الهضمية. وبالتأكيد أكثر، لقد أدرجت هذه المادة اللي هي بابونج ضمن الدستور البريطاني للأعشاب الطبية على أنها مادة فعالة جدا في القضاء على التشنجات وتسكين آلام الجهاز الهضمي بمعظم أحواله، وخاصة تشنجات الكولون. عندنا مثلا موضوع اليانسون أيضا لحالات المغص عند الأطفال والكبار والصغار، كانوا فيها مادة مسكنة للآلام كبيرة جدا. أيضا هذه المادة جدا تعتبر من المواد التي يجب الحفاظ على وجودها في بيوتنا. بالإضافة إلى موضوع، طبعا دوما أنا أذكر هذه المواد حقيقة لكثرة فوائدها، عندنا مثلا مادة الزنجبيل، هذه المادة قد تكون على شكل توابل توضع مثلا، يحطوها مثلا أثناء سلق اللحم، أثناء سلق الفروج، أثناء كذا، لتخفيف ميزان خلط اللحم أو غيرها، بل وترش على بعض المأكولات مثل الكمون أو مثل البهارات الأخرى، الفلفل وغيرها. الزنجبيل أيضا يشرب منقوعها بالشاي على شكل الشاي، وهذه المادة التي تعتبر من المواد المضادة الفعالة جدا حيويا وطبيعيا لمعظم أنواع البكتيريا داخل أجسامنا، وخاصة إنفلونزا، خاصة فيروس الإنفلونزا الذي يؤدي للجريب والتهابات البلعوم ومشتقاته وإلى آخره. الزنجبيل المواد التي تعالج وتقضي قضاء فعالا على فيروسات الإنفلونزا، بالإضافة لقضائها على بعض البكتيريا الموجودة في المعدة، وتعتبر من المواد النافعة أيضا للمعدة، حتى تشبه إكلبتة الزنجبيل كجذور زنجبيل. من يعرف شكل هذه المادة، إلى حد كبير تشبه شكل المعدة داخل أجسامنا. بعض السيدات بتحط على الشوربة إن كان فلفل أحمر أو فلفل أسود كنكهة، هل هذا صحي ولا لا؟ الحقيقة بإضافة لما ذكرناه من التوابل سابقا، فكنت حابب أترك موضوع الفلفل تقريبا لآخر التوابل، لأنه عشان أعطيه حقها من كثرة فوائدها وقيمتها الغذائية والطبية. لأن الفلفل المعروف عنا مادة مطحونة، اللي هو نتاج للفلفل الحمراء البودرة وغيرها من أنواع الفلفل اللي تعرف عليها عالميا وبأسواقنا خاصة. الفليفلي الحاد جدا، وتسمى بالشطة، وفي تسميات عديدة حقيقة لها، تتحول إلى مادة على شكل بودرة وترش على الشوربات وعلى غذائنا اليومي. فالفلفل الحاد يحتوي على مادة تسمى كابساسين، هذه المادة الفعالة الكابساسين تحارب ما يسمى ذرات الدهون التي قد تتوضع على جدران الشرايين
مشكلة الكوليسترول الضار LDL الذي يترسب على جدران الأوعية والشرايين الدموية مسببا الانسداد والخثرات وغيرها. إذا الفلفل الحاد حقيقة لاحتوائه أيضا الكبير على فيتامين سي هم مسألة كتير كتير مهمة لازم نذكرها دوما. الفلفل الحاد سواء كانت المتناولة على شكل أخضر قرون أو شكل الجاف على شكل بودرة، فهذه المادة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي تعادل على الأقل 4 أضعاف ما تحتويه الليمونية الحامضة. لذلك إذا في فيتامينات أهم جدا ومفيدة، وخاصة كما هو معروف لدى السيدات خاصة الموضوع التوابل وأهمية فيتامين سي بالنسبة للحفاظ على البشرة النضرة والبشرة الجيدة. إذا عندنا التوابل الفلفل تحديدا ركز عليه لأمرين هامين جدا، هن الأمر الأول موضوع فيتامين سي بشكل الممتاز والمفيد والمطلوب في غذائنا اليومي، واثنين موضوع عدم انسداد الشرايين الدموية بسبب حرق الشحوم الثلاثية في الدم وحرق الدهون الموجودة في دم الإنسان. تم إضافة لموضوع تحسين نكهة الطعام، إضافة إلى موضوع فتح الشهية على الطعام أكثر حقيقة، إضافة إلى موضوع تعقيم الجهاز الهضمي. فغالبا من يتناول أنواع الفلفل الحاد وأنواع الفلفل الحاد وكذا غالبا لا يوجد به ديدان بجسمه إطلاقا، ديدان تعيش على وسط كون قريب من المواد التي تفيد وجودها أكثر. فالحد مثل الفلفل الحادي مثل البصل مثل الثوم المواد الحريفة هي بالكامل تمنع حياة الديدان داخل أجسامنا. وجود هاي البهارات بشكل دائم بنظامنا الغذائي أو على الشوربات قديش ممكن يفيد بشرتنا جماليا وصحيا؟ البشرة حقيقة هي مرآة الجهاز الهضمي، لأن الجهاز الهضمي عندما يكون هناك في مشاكل بالمعدة بالكولون وخاصة الكولون ينعكس أول ما ينعكس على البشرة. فنقول بنسبة مئوية شبه دقيقة معترف فيها عالميا إن 95% مما يظهر على البشرة من مشاكل منشأه الكولون تحديدا، وال5% المتبقي حقيقة هي نتيجة تحركات مثلا مثل حرارة الشمس، حرارة مثلا جروح، خدوش، لسعات من حشرات إلى آخره. أما في عمر مثلا الشباب عند الفتيات والشبان في عمر النضوج الجنسي، فهنا قد تظهر عندنا بعض حالات الخلل الهرموني داخل أجسام البنت أو الشاب، وبالتالي قد يحدث عندنا حبوب في الوجه، حبوب ما يسمى بحب الشباب أو غيره. هذا الموضوع حقيقة كثير جدا يعني، خاصة لمن يكون بشرته دهنية، فهذا الموضوع ينعكس يعني سلبا كثير على البشرة، وبالتالي يلجأ مثلا الشاب أو البنت على موضوع العلاج والحك أحيانا والمسائل هي، وبتكتر أحيانا مع زيادة الاهتمام بها غير النظامي وغير الطبيعي بتكتر هذه الحبوب، صافي عندها مشكلتها كبيرة ومزمنة أيضا، وبالتالي قد أحيانا تترك آثار سلبية على البشرة وتمتد لفترة زمنية طويلة ما لم تعالج بالشكل النظامي. فهنا حقيقة عندما أقول أنه البشرة هي مرآة الجهاز الهضمي، إذن يجب علينا المحافظة على جهازنا الهضمي وعلى عمله بشكل الطبيعي من خلال برامجنا الغذائية المتوازنة بعيدة عن كل أنواع مثل ما بيقولوا الإدمان على شيء. يعني خير الأمور الوسط دوما، خلينا نقول ألا ندمن على شيء مزعج، ألا نفرط بتناول كثير من المواد الضارة لأجسامنا. فعلينا دوما التعقل والحذر في موضوع التعامل مع جهازنا الهضمي. إذن عندما نضيف هذه التوابل التي ذكرناها سابقا على غذائنا خاصة الشوربات المتعددة التي ذكرناها سواء شوربة العدس أو شوربة الخضار بأنواعها أو البقوليات أو الحبوب أو آخره، هذه التوابل وأهمها كما ذكرت الكركم، الزنجبيل، الكمون وغيره، هذه المواد تحافظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد، ومن ثم ينتقل هذا العمل الجيد إلى واقع جيد ونظر للبشرة الطبيعية وذات الجمال المقبول.
فلنقل بشكل أفضل أنه يكون بشرة جيدة وطبيعية جدا وتزداد نضارة وتزداد جمالا بحفاظ على معدتنا وبحفاظ على غذائنا وبحفاظ على هذه التوابل. أكيد بالمهم نشكر الدكتور هيثم زوباري على المعلومات اللي هو قدمها إياها ونتمنى أن الكل يستفاد منها. وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معكم اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي قدمنا لكم اياها، موعدنا بيتجدد معكم بحلقة جديدة بموضوع جديد، لكم تحية مني أنا لارا، باي.